بهذا الشرف، شرف أن أكون هنا لأتحدث عن أو لأقول للحضور الكريم بعض من جوانب حياة الأطفال الذين الآن تخدم مباشرة البلاد لتقل المسؤولية، مسؤولية خصوصا هذا التدين الحاصل ما بين البعد الاستعجالي للحاجيات للنهوض بهذه الطريقة والوقاية من تخلي الأطفال، ووضع التدابير والصعوبات المتعلقة بالسياق العام الثقافي والاجتماعي. أيضا جانب آخر يجعلني أطرح هذا السؤال، هل نحن في استراتيجية شاملة تحقق معطيات ومكونات هذه الإشكالية وتخضعها لمعايير تحليلية وازنة وناجعة؟ تجعلني أطرح السؤال، هل نحن غياب هذه الاستراتيجية هل نحن جزء من الحل أم جزء من المشكلة؟ هل حقيقة نساهم في الحد من ظاهرة التخلي على الأطفال أم نزيد الأمر تعقيدا من خلال قيامنا بمبادرات بنية عن حسن نية عن مرجعيات؟ كل شخص له مرجعيات، لكن غياب كما قلنا هذه الاستراتيجية رؤية شاملة هذا البعد الالتقائي للمبادرات. أنا أطرح السؤال تبقى ربما سؤال يخصني مباشرة ويصيبني بإحراج، لا أخفيكم ذلك. أنا أحضر معكم، أتذكر أحد الأطفال عمره 7 سنوات استقبلته بالعيادة في اللقاء الرابع. كان من المعتاد عندما يدخل قاعة الاستشارة كان يجلس في المكان المخصص للزبناء. في اللقاء الرابع ما رفض الجلوس، سألته هل تريد أن تجلس؟ قال لا. قلت له، قال ليس لدي مكان هنا. قلت له يمكنك أن تختار أي مكان، مكان رحب. قال لي ربما، قلت له يمكنك الاختيار. قال يمكن أن أختار صلاة المهملات. خذت شوية الوقت بعد هذا السؤال، شو المعنى ديال صلاة المهملات؟ قال لي اليوم في المدرسة شوية في فرنسا بداو تيخدمو شوية على التعليم خارج المحيط ديال القسم، والقمامة سماوها صلاة المهملات. وما علاقة صلاة المهملات بالاختيار؟ قال لي كنت أرافق والدي لأنه غير مغربي، أرافقه عند المحامي لإتمام بعض الإجراءات ربما متأخرة في سياق الكفالة. قال لي كان يتحدث عن الأطفال المهملين وعن الإهمال. قال لي من بعد تدريجيا فهمت أن الأمر يتعلق به أن أود في المهمل. قال لي هنا يعني هذه السلة التي تعتبر صلة المهملات هي مش ممكنش يكون هذا هو المكان ديالي. هنا طرحت السؤال ربما بشكل تلقائي اقتصم معكم، الا يمكننا ان ننتقي حتى المصطلحات التي نصيغ بها النصوص؟ احيانا يصبح العائق مجرد معنى او كلمه، تجد مجموعه من الاشخاص نجحوا في تجاوز اشكاليه كبيره في الحياه ديالهم مشهوره بسبب لا ريزيليونس، وتلقى مصطلح او احاله او وصف او اعتبار اجتماعي يشكل امامه عائق كبير جدا، اكبر احيانا من غياب التدابير
القانونية. وهذا ربما ملاحظة اقتصرها مع الخبراء في مجال القانون، لا يمكن أن ننتقي هذه المدونة لحماية الأطفال من كل المصطلحات يمكن يعطي شي بعد شي عمق قطعي يمكن أن يسيء النرجسية للأطفال ويصيبهم بهذا الجرح النرجسي طول حياتهم. أيضا تثيرني هذه الأساس الثقافي اللي سبق الحديث عليه اللي هو ثقيل جدا، مجموعة من التمثلات الاجتماعية تتقن المعنى للولادة خارج أو الإنجاب خارج مؤسسة الزواج. ياسين رافع بن شقرون رئيس الجمعية المغربية لليتيم. تأتي هذه الدورة رغم الظرفية الصحية اللي كتعيشها البلاد، لأننا رفعنا واحد شعار وطني اللي بغينا نحولوه لمشروع وطني، ألا وهو مغرب بدون أطفال وتخلى عنهم في أفق 2030. مابقى شيء حلم إنما أصبح هدفا، والكيفية هي أو البحث عن استراتيجية هو موضوع الجلسة ديال اليوم. ملي كنقولوا مغرب بدون أطفال وتخلى عنهم في أفق 2030، هذا كيعني أننا بغينا جميع الأطفال كيفما كانوا يكونوا وسط الأسر ديالهم، سواء كانت أسرة بيولوجية أو لا أسرة كفيلة أو مستقبلة. ولما لا نتحدث بكل جرأة عن التبني، لأن الكفالة بمفهومها الحالي هي واحد الموضوع ديال إيداع الطفل من طرف قاضي القاصرين لدى أسرة لمرحلة مؤقتة، والأسرة المستقبلة هي واحد الأسرة التي تؤدي دور الدولة ودور المؤسسات في استقبال الأطفال لمدة أيضا مؤقتة ريثما يتم إيجاد حل له. بينما التبني هو الحل الأنسب الذي تراه الجمعية المغربية لليتيم مناسبا لهؤلاء الأطفال من أجل النهوض بهم، من أجل أن يشعروا بالانتماء داخل أسرهم. الهدف من هذا الملتقى هو نخرجوا بمجموعة من التوصيات، أولاها تشجيع الأمهات البيولوجيات باش يحافظوا على الأطفال ديالهم، لأن عندنا قناعة راسخة أن المكان الأنسب لأي طفل هو داخل الأسرة البيولوجية دياله. كما أننا ندعو إلى حلول بديلة، والحل البديل الأنسب الذي تراه الجمعية المغربية لليتيم هو الأسرة المتبنية المحتضنة للأطفال احتضان أو لا تبني، ليس مشروطا لا بزمن ولا بقانون ولا بمال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.